في عناوين النشرة: شهادات عبر الجديد من الناجين في إندونيسيا. في كثير عالم هلا ما شفناهم هون، الدولة بتقلنا عم تبرم، عم يبرموا، لو عم يبرموا وعم يغطسوا كلهم التقوا. وأهالي المفقودين يرفعون الصوت والدولة صماء. نطلب نحن من الدولة تساعدنا لحتى نرد أولادنا. زحمة دولية على خط بيروت دمشق، مراقبو الكيميائي ذهابا والخبراء إيابا. يوميات العنف العراقي، 12 سيارة مفخخة في بغداد وأربيل. والكونسرفاتوار يكرم الرحابنة أخيرا. من قناة الجديد في بيروت، أهلا بكم. جرعة تذكيرية من فلتان الأمن في طرابلس، لكن هذه المرة مع مازة ومشروبات روحية. ترافقت وإطلاق نار في القبة عقبتها قنبلة صوتية في شارع سوريا، فيما الحدث الرئيسي شهدته الميناء بعد مهاجمة عدد من الشبان محلا لبيع الكحول في المدينة والإقدام على ضرب صاحبه وتكسير محتويات محله. انتهى الموضوع على هذا القدر من الخسائر، فيما أعلنت قيادة الجيش أن عناصر مسلحة في القبة أقدمت على إطلاق نار باتجاه حي الأمريكان، ما أدى إلى إصابة ضابط في الجيش بجروح. وقد باشرت الوحدات العسكرية تسيير دوريات مكثفة في المنطقة ودهم أماكن إطلاق النار. شوارع الشمال لم تكن بدورها هادئة، لا سيما مع تصاعد الاحتجاجات على الإهمال الرسمي فيما خص حادث غرق العبارة في إندونيسيا، حيث المحتجزون هناك وبلا مواكبة رسمية فاعلة تنقذهم من الحجز الذي يشبه الاعتقال. لا حول لهم ولا دولة، والأزرق الكبير ما زال يتلفظ جثثا ويرميها على رمله، فيما المستشفى العسكري الإندونيسي بات يحوي جثثا متحللة اختلطت فيها الوجوه والأسماء بما يتعذر تعرفها إلا بعد إجراء فحص الحمض النووي. على مستوى المعالجة، فإن رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان اتصل بوزير الخارجية وكلفه المتابعة، لكن حركة الملاحة للرئيس سعد الحريري كانت أسرع، فأوفد مبعوثا عنه إلى جاكرتا يحمل المساعدات العينية باعتباره أصبح متخصصا بتوزيع المؤن السريعة، وهو اكتسب خبرته من الميدان السوري. وفي جاكرتا وفد لبناني مجهول باقي الهوية، نشاطه لم يأتي على قدر المأساة، لكن الوطن الذي أصبح متمرسا في لعبة إهدار الوقت سيعرف كيف يضيع الأيام قبل عملية الإنقاذ. ومن شرب بحر تأليف الحكومة لا يغص في عبارة إندونيسيا، وكل ما على هذه الأرض السياسية لا يستحق الحياة، حيث الحكومة مقعدة والوزراء متضاربو الصلاحيات، والتصريف يعجز أمام صرف صحي إذا ما أمطرت السماء. العجلات الحكومية العاجزة عن السير لا تضاهيها إلا عجلات التأليف التي وطئها الصدأ. ولما كانت زيارة رئيس الجمهورية للسعودية ستزيت المحركات، فإن تأجيلها أعاد الأمور إلى المربع الأول. بحسب السفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري، فإن التأجيل جرى بالتشاور بين البلدين، لكن بعض التحليلات تذهب إلى إشكاليتين: الأولى وجود جناحين في المملكة، أحدها ينتظر تحقيق مكاسب على الوضع السوري قبل تقديم مكرمات سياسية في الملف اللبناني. أما الإشكالية الثانية فهي انتظار الحاج حسن روحاني في زيارته للمملكة، وعندها فإن ما يمنح للبنان سيأتي بعضه عن طريق طهران. أربع جثث أخرى انتشلت من بحر إندونيسيا صباح اليوم، اثنتان منها عائدتان إلى طفلين، و29 لبنانيا ما زالوا في عداد المفقودين.
وكأنه كتب على هؤلاء اللبنانيين الهاربين من الفقر والحاجة أن يدفعوا ثمن فقرهم مرتين. فلا يكفي أن بعضهم خسروا عائلاتهم في الحادث المأساوي في أندونيسيا، ولا يكفي أنهم رأوا الموت بأم أعينهم، إلا أنهم أصبحوا اليوم الناجين المحتجزين. الحادثة التي هزت الرأي العام اللبناني لها تكملة، فخمسة عشر لبنانياً ينتظرون الفرج بالإفراج عنهم من الإقامة الجبرية في إحدى فنادق مدينة سوكابومي الأندونيسية من دون ملابس ولا مال، وحتى الطعام ما هو إلا فتات. وإن ضاقت بأعين الكثيرين $10,000 التي دفعت وكأنهم بامتلاكها أصبحوا من الأغنياء، فإن لهذا المبلغ قصص طويلة يرويها شبان الشمال، وأغلبهم من باب التباني والقب في طرابلس الذين فضلوا اللجوء غير الشرعي على حمل السلاح في وجه الفقر. الناجون طالبوا أهلهم بالتحرك لتحريك ملفهم كي لا يبقوا محتجزين فترة طويلة، فملف المخطوفين في أعزاز بات عبرة لكل لبناني حمل مسؤوليته للدولة فاعتبر. قاعدين هون ما في حدا عم يطلع فينا، لا سياسي ولا حدا، إنه مطلب من كل العالم حتى أهلينا وإخواننا وكليتهم بطرابلس وبعكار وبكل مناطق يشوفوا لنا حل، يطلعوا مظاهرات. نحن رحنا لنحقق أحلام أولادنا، أنا مزوج وعندي 3 أطفال، ما رحت كرمال نفسي، رحت كرمال أطفالي أأمن لهم مستقبلهم، بس للأسف كتير ماتوا أطفالهم ونسائهم. أنا وزوجتي. وين زوجتي؟ بالمستشفى توفت الله يرحمها. قدرت تلاقي الجثة؟ الجثة لقيتها على الشط وما عاد شفتها من وقت اللي استلمنا البوليس. تركت لبنان للسياسيين لحتى هني يعيشوا فيه. وانا خليني روح بالبحر. ما هني عم يصفونا سياسيين، نحن عم يصفونا بالبحر لحتى هني يتبحوا على مالهم. قاعدين بسجن 4 تخت واحد، ظلم هذا والله ظلم. وهنا بعض اسماء الضحايا التي استطاع الناجون تحديدها على الشاطئ. زوجي ما شفت له. لا 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 ضليتني على الشط شي ساعة لحد بتنشط شوي، صرت ابرة ملقت، لقيت جميل الرواي وطنان الرواي ونور الرواي وابتسام ابتسام شو؟ ابتسام عثمان وام علي. ام علي شو؟ اعطيني اسماء. خديجة، خديجة الديلي وجوهر ما شفنا في كذا وعد، هلا اسمهم مبينين. مين اللي من اللي بتعرفوهم اللي ما شفتوهم؟ لانه اهلهم عم عبد الله جوهر، هلا مثل عبد الله جوهر ما بين، مثل مرتي ما بين. شو اسم مرتك؟ مريم الغمريوي وبيسل المصري ومحمود ناصر، في كثير يعني في كثير ما بين، ومحمد الجديد ما بين، عم يقولوا انه اهله شايفوه هو. يعني نحن كنا على الشط ما شفناه، والهبيوي ما شفنا، يعني في كتير عالم هلا ما شفنا. وهني هون الدولة بتقلنا عم تبر عم يبرموا، لو عم يبرموا عم يغطسوا كنوا التقوا، بس هون دولة ما بعرف كيف، ما حدا بيفكر بالتاني. من سوكابومي إلى جاكرتا حيث ترقد جثث اللبنانيين في المستشفى العسكري والذين عثر عليهم حتى الساعة، تقصير واضح أيضا. فحوالي 28 جثة لم تحدد السلطات الأندونيسية هوياتهم بعد، من لبنانيين وعراقيين وغيرهم من الجنسيات التي كانت على متن السفينة. وإن وصل عدد من أهالي بقعيت من لبنان وأستراليا للتعرف إلى الجثث، فإن السفارة اللبنانية أكدت للجديد أن بعضها عثر عليها متحللة، كما أن السلطات الأندونيسية لم تسمح للناجين بالذهاب إلى المستشفى للتعرف إلى من لهم. وبين جثامين في المستشفى وبين مفقودين تعيش العائلات الشمالية التي لم تسمع خبراً عن أولادها، حالاً صعباً جداً لسماع أحد الاحتمالين. بين جاكرتا وسوكابومي صرخات وصلت أصداؤها إلى لبنان، جثث في المستشفيات ومفقودين. وبين إندونيسيا ولبنان دولة تعتبر هؤلاء مذنبين، فيما الأخرى لطالما كانوا في نظرها من المهمشين. عسى هذه المرة أن ترسل الدولة وفداً ليسرع في الإجراءات فنلملم بعضاً من هذه المأساة. من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، نوال بري، قناة الجديد. أهالي عكار ينتظرون على أحر من الجمر خبراً عن أبنائهم، وتنديد بصمت المرجعيات الرسمية. عبد الله جديد، محمد درويش، خضر ديب، مصعب الكك، عيدة عوض وابنتاها دعاء وآية حالفهم الحظ ونجوا من عبارة الموت، لكن المجهول كان بانتظارهم. هربوا من بين يدي أبو صالح بعدما أراد تسليمهم للشرطة واختبأوا في الجبال، ولكن تهديدات أبو صالح ما زالت تطاردهم وسط حالة من الهلع والتعب يعيشونها ويشاركهم فيها ذووهم في عكار. معي محمد درويش
نحن هون قاعدين مقطعين، ما عم نستاجر نزل على السوق، لين عم نستاجر نروح ولا نجي، قاعدين انا يومين حالتنا ما لها اكل، مصاري ما معنا. هسه لحديت الان وصلنا النداء هلا انه وصل احمد حمزه اتصل فيهم او قريب يوصل لهم، ما عندنا معلومات هسه اكيد 100%. محمد خضر جديد يلي فقد على متن الباخره ما عارفين عنه اي شيء، لو مع الطيبين ولو مع الميتين، فبنرجو من السلطات اللبنانيه يهتموا لنا بهذا الامر. حكيت معه انا امبارحه وقال لي نحن فارين وبالغوب وما حدا عرف عنا شيء، فهلا جاني خبرني انه في احمد حمزه اتصل فيه هون على التليفون، هني عرفوا رقمه او اخذوه من حدا ما بعرف، بس بالنسبه للطلعه اللي هني بدهم يطلعوها بالبحر اجوا طلعن هذا اسمه ابو صالح ما بعرف شو، انا ما بعرفه اصلا شخصيا. فلقوا العبارة أن فيها 120 واحد وهي كلها سطحة واحدة، قال له أنا ما بطلع من هناك، ركض وراهم ففر بالغوبة. يعني هلأ لحد هلأ ولم يزل هي أول يوم بخبر عنه أنه حكي على التليفون، أخذوا مصرياته منه 10,000 دولار وفروا روحوا ولسال هلأ لم يزل ما عندي معلومة. أبو طارق حمزة وصل من أستراليا إلى أندونيسيا لمساعدة هؤلاء، ومثله ذهب من لبنان، لكن ما وجده هناك كان كارثيا حسب ما أخبر الجديد. المافيا تقتحم مكان اعتقال اللبنانيين 18 وذلك بالتعاون مع الشرطة الاندونيسية، تطلب منهم الفرار كي تعمد إلى اعتقالهم وتصفيتهم في الخارج. قدي صار له ابنك راح؟ ابني صار له من 30/6. ايه راح لهونيك؟ روح لهونيك واخدوه، واخدوا منا 15,000. ايه وما ما هلا حيبسيلنا هي. اي متى انحبس؟ انحبس من 20، من 20 الشهر هيدي له 10 أيام. بحسب أبو طارق المساعي مستمرة لإنقاذ الفارين كما لإنقاذ المعتقلين، لكن السلطات تقول إن من غير الممكن إخراجهم في هذه الأثناء. أما الجثث فيسمع الأهالي هنا في عكار عن وضعها المزري، وتسري بينهم الأحاديث عن إمكانية دفنها هناك في أندونيسيا، وهذا ما ينقسم عليه الأهالي في عكار. عندك مانع أن يدفنون هناك ولا لا؟ والله أنا محير، بتزرع المرجوع لولدهم، إذا بدو لي ولد لهون وبأخذ نفسه إنه جاي بلا ولده كمان. بتكون صعبة يعني. الأغلبية بدهم يقعدوا لهون. خلص لهون جيبوهم. إذا في دولة بلبنان بتجيب لهون. أختي عمرها 18 سنة، إجا حبت شخص. وما عنده لا بيت ولا انه عنده وظيفه، وظيفته انه ما بتكفي انه لحتى يخلص بيته او يأم او يعمل عرس او شيء. المهم تجاوزوا وطلع هذا الشيء، هذا السفر، وكرروا انه يسافروا على استراليا، قالوا هون كان امن مستقبل احسن، امن مستقبلنا، نجي بنعمر هون. هذا ويبقى مصير المفقودين يشغل ذويهم، وهؤلاء عمر عباس من مجدلة، وباسل المصري من برقايل، وعلي عوض من فنيدق، ومحمد الهباوي من شيخ زناد، بالإضافة إلى 4 أشخاص اختفوا من باب الرمل، وهم أحمد صبحي رحمون وحسام علي رضوان وفواز مراد وعدنان الحلبي، ما زال مصيرهم مجهولا وينتظر ذوهم من يهدئ بالهم. من هو أبو صالح العراقي؟ حسين حميد ميموني هو الاسم الحقيقي للمعروف بأبو صالح العراقي، صاحب العبارة التي غرقت الخميس الماضي. هو عراقي من البصرة، من مواليد عام 79، مسجون في العاصمة الإندونيسية جاكرتا منذ 10 أشهر بعدما أقدم على قتل رجل سعودي في ناد ليلي في جاكرتا، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد. ميمون يرأس عصابة تصدير الراغبين من الناس إلى أستراليا بوسائل غير شرعية منذ نحو 8 سنوات، ويدير أعماله منذ 10 أشهر بحسب صحيفة النهار من داخل سجنه، حيث تتوافر لديه مستلزمات العمل كافة إلى جانب الإنترنت والهواتف الذكية والاتصال بالعالم الخارجي من خلال اللقاءات المباشرة والساعات 12 الأسبوعية التي يخرج فيها من السجن للترفيه عن نفسه. وذكرت الصحيفة أن أبو صالح دخل الأراضي اللبنانية في البدء بواسطة شخص سوري تولى ترويج النشاط الأول بين اللبنانيين في الشمال. كما ذكرت الصحيفة أن ميمون عمل لتوفير رحلات لعراقيين وإيرانيين إضافة إلى اللبنانيين، وتكلفة الرحلة للشخص الواحد كانت تبلغ 10,000 دولار.
مفتشو الأسلحة الكيميائية يغادرون وخبراء نزع الأسلحة الكيميائية يصلون إلى سوريا، ووزير الخارجية السوري وليد المعلم يشدد في الجمعية العمومية للأمم المتحدة على ضرورة قيام منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. لا حرب أهلية في سوريا، بل حرب على الإرهاب الذي لا يعرف قيما. هذا ما أكده وزير الخارجية السوري وليد المعلم في كلمة بلاده أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، معتبرا أن مواجهة الإرهاب في سوريا تقتضي من الأسرة الدولية اتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لإرغام الدول التي تمول وتسلح وتدرب الإرهابيين على التوقف عن ارتكاب هذه الجرائم فورا. وتؤكد سوريا أن إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل غير قابل للتحقيق من دون انضمام إسرائيل، القوة النووية الوحيدة في المنطقة، إلى كافة معاهدات حظر هذه الأسلحة وإخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما تؤكد في ذات الوقت على ما نصت عليه معاهدة عدم الانتشار النووي من حق جميع الدول في حيازة التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية. وتدين سوريا استمرار الولايات المتحدة وإسرائيل في عرقلة عقد المؤتمر الدولي المعني بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وفي ظل تأكيد الرئيس السوري بشار الأسد التزام بلاده تنفيذ قرار مجلس الأمن القاضي بنزع الترسانة الكيميائية، غادر عبر مطار بيروت مفتشو الأمم المتحدة الخاصون بالأسلحة الكيميائية في سوريا بعد انقضاء مهمتهم. وعبر مطار بيروت أيضا وصل وفد من خبراء نزع الأسلحة الكيميائية تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ومن المرجح أن يزور الوفد المواقعة ويبدأ جلسات عمل مع مسؤولين سوريين لمناقشة تفاصيل برنامج تدمير المخزون الكيميائي الذي قد ينطلق فعليا في تشرين الثاني المقبل. وفي هذا الإطار توقعت روسيا بداية سريعة لتدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا. وقال وزير خارجيتها سيرجي لافروف لصحيفة كوميرسانت الروسية أن القيادة السورية أكدت عزمها على دعم ممثلي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فور وصولهم، مؤكدا استعداد موسكو للمشاركة في التمويل والخبراء في هذه العملية. وكشف أن لدى روسيا معلومات تفيد أن المعارضين يخططون لاستفزازات واستخدام محتمل لغازات سامة. وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أكد من جهته ترحيب بلاده بقرار الأمم المتحدة نزع الأسلحة الكيميائية السورية الذي اتخذ بالإجماع. صحيح أن روسيا احتفظت بحقها في نقد القرار، لكن المهم هو الإجماع، وندعو إلى حل بين ممثلي الحكومة والمعارضة المعتدلة في سوريا لكي لا يستفيد الإرهابيون المتطرفون من العمليات الانتقالية. يأتي ذلك على وقع تزايد أعمال العنف في مناطق متفرقة في البلاد، وقد انفجرت دراجة نارية قرب مركز حزب البعث السوري في الحسكة ما أدى إلى وقوع عدد من المصابين، فيما قالت وسائل إعلام صينية إن قذيفة مورتر سقطت على مبنى السفارة الصينية في العاصمة السورية دمشق وأصابت شخصا واحدا وألحقت أضرارا بالمبنى. من جهة ثانية أكد مصادر عسكرية رسمية أن الجيش السوري النظامي دمر أرتلا من السيارات قال إنها تحمل أسلحة وذخيرة إلى المعارضة عند مدخل حافر وطريق النقارين والمنصورة في ريف حلب، فيما ذكرت مصادر المعارضة السورية أن الجيش الحر اقتحم مقار القوات الحكومية في حي برزة على أطراف دمشق وأوقع نحو 20 قتيلا وأسر عددا من الجنود النظاميين. وفي حلب قصف الطيران الحربي أحياء الصاخور ومساكن هنانو والشعار شرقي المدينة. انفجار سيارة مفخخة في العراق توقع أكثر من 40 قتيلا، وأخبار أخرى في بانوراما دولية للزميلة رشا الكرم. استفاق العراق على 12 سيارة مفخخة أوقعت أكثر من 40 قتيلا معظمهم في بغداد. كذلك هزت سلسلة انفجارات بخمس سيارات مفخخة شرقية العاصمة العراقية وأدت إلى سقوط ما لا يقل عن 20 شخصا بين قتيل وشريح. وفي جنوبي بغداد استهدف هجوم انتحاري بحزام ناسف مجلس عزاء داخل مسجد في قضاء المسيب جنوبي بغداد، وقد أدى التفجير إلى انهيار سقف المسجد فوق رؤوس المعزين.
في حين علقت حركة الطيران وألغي عدد من الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي حتى إشعار آخر على خلفية التفجيرات التي ضربت المدينة. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض حيث يجري محادثات مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما تتركز على الملف الإيراني. ودخل نتنياهو في اللقاء من دون الإدلاء بأي تصريح وسط معلومات ذكرت أن الرئيس الأمريكي سيعرض خطه الأحمر حول النووي الإيراني على أساس السماح لطهران باستعمال اليورانيوم المخصب ورفض إجراء عمليات تخصيب، في حين سيطلب نتنياهو تجريد إيران من السلاح النووي كشرط لإلغاء العقوبات المفروضة عليها. عقدت محكمة قرب تل أبيب جلسة للنظر في قضية المواطن البلجيكي من أصل إيراني علي منصوري الذي اعتقل في 11 أيلول في مطار بن غوريون في تل أبيب للاشتباه في تجسسه لحساب الحرس الثوري الإيراني. وقال جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل الشينبات إن منصوري محتجز بحكم قضائي وسيمثل أمام أحد القضاة في جلسة للنظر في تمديد فترة احتجازه، مع الإشارة إلى أن أي اتهامات رسمية لم تصدر في حقه، معلنا أن من بين الصور التي كانت في حوزة منصوري صورة التقطت لسطح السفارة الأمريكية في تل أبيب من شرفة مبنى مرتفع قريب. ميشيل أوركابي محامية منصوري أشارت من جهتها إلى أن الاتهامات الموجهة إلى موكلها لا أساس لها، وأن الصورة الرهيبة التي يرسمها الشينبات أكثر تعقيداً بكثير، ومحاولة اتهام موكلها بالمجيء إلى إسرائيل لتنفيذ هجمات أمر بعيد كل البعد من الحقيقة ولا يستند إلى أي شيء. رزمة قرارات سماها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أبرزها السماح للنساء بارتداء الحجاب بعدما كان ممنوعا ذلك منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك. وقال أردوغان إن ذلك يدخل في إطار إلغاء الانتهاكات التي تعرقل حرية المعتقد. وبموازاة ذلك سمح أردوغان بتعليم اللغة الكردية واللهجات المحلية في المدارس الخاصة، في حين يطالب الأكراد بتعليم لغتهم في المدارس الرسمية وبالاعتراف بهويتهم في الدستور التركي. أهلا بكم من جديد. حرب قضائية بين التيار العوني وحزب القوات، مواعيد جديدة لسير الشاحنات وأخبار إضافية في بانوراما محلية للزميلة عنان زلزلي. على خلفية بث حلقة من برنامج شو عم بيصير على أثير صوت المدى تناولت الحرب الأهلية، حيث وصف ميشيل ألفترياديس رئيس حزب القوات سمير جعجع بأنه مجرم حرب، فإن جلسة المحاكمة بين الطرفين لم تعقد وأرجئت إلى 11 من تشرين الثاني المقبل بسبب الاختلاف في تفريغ مضمون الحلقة المذكورة، في حين سجل تأخر حضور محامي الجهة المدعية أي القوات اللبنانية ساعة عن موعد الجلسة. كنت عم أقول قسم صغير من يلي بفكروا فيه عن المدعو سمير جعجع، انا من بعد هيدي القضيه رح تصير اعطي رايي اكثر. يعني في ناس عم تقول لي انه اوقات انه ما له معنى الواحد يرجع على قصص عمره 20 و25 سنه، ولكن كمان ما فينا ما معناتها انه فينا نمحي التاريخ وفينا نمحي الذاكره. كشف وزير الداخلية مروان شربل عن مواعيد جديدة لسير الشاحنات في خلال ترأسه اجتماعا أمنيا إداريا، وقد أكد شربل أنه لن يتساهل مع المخالفين. مسموح من 10 صباحا للساعة 14:30 ظهرا مسموح تطلع الشاحنات، ومن الساعة 19 مساء حتى الساعة 6:30 صباحا ممنوع سير الشاحنات من الساعة 6:30 صباحا حتى الساعة 10 صباحا، ومن الساعة 2:30 يعني 14:30 ظهرا حتى الساعة 19 مساء. احتجاجا على تشييد السنسور البحري لليخوت في مرفأ صيد التجاري الذي قضى على البرك الوحلية مكان تكاثر الأسماك في مياه البحر، اعتصم عدد من الصيادين الصيدويين بقيادة لائحة التغيير النقابي أمام قواربهم بمشاركة الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد. مطالبة الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية، وزارة الزراعة
وزارة النقل، وزارة العمل، وزارة البيئة أنه يسمعوا مطالبكم ويلبوها بأسرع وقت. رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي وقف بمواجهة إرادة الصيادين، واصفا هؤلاء بالمجموعة التي تحاول تعطيل عمل مشروع إنشاء المرفأ. السعودي وفي تصريح له استغرب الحملة المفاجئة على إنشاء المرفأ الآن، علما بأن الأعمال انطلقت منذ أكثر من سنة ونصف، فلماذا تحريك هذا الأمر ولمصلحة من؟ وختم السعودي: أنا من جهتي أقول وبجرأة وبصراحة أن من يقف ضد إنشاء ميناء تجاري يليق بمدينة صيدا لا يستاهل أن يكون من أبناء صيدا المخلصين. نفذ أهل الصيدلية المخطوف وسام الخطيب وأصدقائه اعتصاماً أمام صيدليته على طريق عام المعلقة الكرك في زحلة، نشدوا فيه الدولة والأجهزة الأمنية بالإسراع في كشف مصيره. الخاطفين يتركوا الدكتور وسام، إذا مش مصحح لهم أولادهم أو أهلهم أكيد محكم حدا من قريبهم. أنا أمو للدكتور وسام وناشد الخاطفين، يا عيني يا روحي، انتوا عندكم امات وعندكم اخوي بتريدوا امكم انو تعملوا فيها هاي. تضامنا مع ابناء مخيم نهر البارد في مواجهه اجراءات الأونروا بالغاء خطه الطوارئ، نفذت المخيمات الفلسطينيه اضرابا عاما شمل مؤسسات ومراكز الأونروا التعليميه والصحيه والاغاثيه والمحال التجاريه، وقد حذر المضربون من خطوات تصعيديه. شيعت قيادة الجيش وأهالي مدينة بعلبك المجند الممدد خدماته محمد علي صالح الذي استشهد متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها خلال الأحداث التي حصلت في مدينة بعلبك أخيرا، وبعد تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية والصلاة على جثمانه الطاهر، ألقى العقيد الرقن موفق المشموشي ممثلا قائد الجيش كلمة نوه فيها بالمزايا العسكرية والأخلاقية للشهيد وإخلاصه لمؤسسته ووطنه. صفحة أخبار منوعة من العالم في هذا التقرير. لجأت الشرطة الهولندية إلى الاستعانة بالجرذان للكشف عن الأسلحة والمخدرات، وبجانب الواحات الشاسعة حيث تدرب الكلاب والأحصنة أرسيت بنية صغيرة وبسيطة خصصت للنوع الثالث من الحيوانات التي تلجأ الشرطة إلى خدماته منذ أواخر عام 2011. وقالت المحققة التي تشرف على هذا المشروع إن الأمر يتطلب بين 10 إلى 15 يوما لتدريبها على تعرف الروائح، وقد لا تكون أعمال الجرذان أدلة قاطعة لكنها تمكن الشرطة المتخصصة في الطب الشرعي من تحديد العينات التي يجب التركيز عليها. ويشار إلى أنه يتعذر على الشرطة الهولندية احتجاز مشتبه فيه أكثر من 6 ساعات من دون براهين مثبتة، ومن شأن أعمال الجرذان سريعة الوتيرة أن تسمح بعدم الإفراج عن المشتبه فيه قبل إثبات تورطه. أعرب فريق من الأطباء الصينيين عن رضاها على عملية الزرع التي جراها لأنف مريض تشوه جراء حادث سير، وأعلن الطبيب الذي أشرف على هذه الجراحة الترميمية الأولى من نوعها أن الأمل يكبر بفضل نمو أنسجة الأنف الجديدة، علما أن الأنف ينمو حاليا على جبين المريض وسيأخذ مكانه الصحيح شيئا فشيئا. افتتح المهرجان الثالث للأزياء في إمارة دبي في مركز التزلج في مول الإمارات، على أن يشارك فيها عدد من دور الأزياء بما فيها أزياء فاشن فورورد، ويسعى الموسم الحالي لجذب متسوقين من الصين لا سيما في الفترة التي يحتفل فيها بالعيد الذهبي الصيني، على أن تتزامن هذه العروض ومهرجان مول الإمارات لأزياء خريف وشتاء 2013. والآن إلى زميلي شادي خليفي لموافاتنا بالنشرة الفنية. شكرا داليا ومساء الخير. قدم المعهد العالي للموسيقى الكونسيرفاتوار تحية للفنان الياسر رحباني تكريما لعطاءاته الفنية، ولكن بعيدا عن هالتكريم اللي بيستاهله الياسر رحباني، لفتنا انه هيدي اول مرة بيتم فيها تسليط الضوء على الرحابنة من قبل الكونسيرفاتوار، فكتار ما بيعرفوا انه على ايام الراحل وليد غلمية كان هناك تهميش كامل للرحابنة وفنهم سواء بالمنهج التعليمي او المعزوفات او الحفلات لاسباب مش معروفة او بالاحرى معروفة ولكن منا معلنة. هلأ يبدو أنه السياسة تغيرت، وأول تحية من المعهد العالي للموسيقى هي للفنان الكبير الياسر رحباني.
شو يلي عم نشوفه اليوم؟ تحية للياس رحباني، لأني أنا صديق الكونسيرفاتوار وصديق الموسيقيين وصديق الناس. التحية اليوم شو رح تتضمن؟ تتضمن عدة أغاني وعدة قطع موسيقية. إيه، وبعدين في باسكال صقر بدها تغني، وفي جيلبير جالخ كمان بده يغني، وهو بحبهم كتير. أهمية هذا الحدث اللي عم نشوفه أستاذ الياس هو أنه لأول مرة الكونسيرفاتوار عم بيسلط ضوء على الرحابنة. رحابنة هن أسسوا الفن اللبناني، ولكن طيلة السنوات الماضية كانوا مهمشين وغير موجودين لا بالمناهج ولا بالحفلات التي يقيم الكونسيرفاتوار. عم بحكي أنا على أيام راحل وليد غلمية. اليوم تغير الوضع، وهيدي أول مرة نحن عم نشوف بأنه في تحية لأحد أفراد بيت الرحباني وهو حضرتك اليوم باليونسكو. ليك بدي اقول لك شادي، انا ما فكرنا بهالحياة شيء. انا الله يرحمه وليد كان صديق لي، وما بسال انا اقول ما سالته، كان دائما صديقك، انه ليه مهمش الرحابنة من الكونسيرفاتوار؟ لا، بحلف بولادي انه ولا سالته ولا مره جبت سيره. انا نفسي كبيره وبحب الصديق صديق. الفترة الماضية الرحابنة كانوا مهمشين من الكونسيرفاتوار، شو اللي تغير اليوم لحتى عم نشوف في تحية للياس الرحباني؟ هلا بدي اقول لك، في الاستاذ أندريه الحاج اللي هو صديق، هو شيف اوركسترا وكثير طيب ومحب. هيدي في الكواليتي، في الاشياء اللازمة للانسان. وفي الاستاذ حنا العميل اللي هو هلا مطرح رئيس الكونسيرفاتوار، ومشي الكونسيرفاتوار بشكل مثل ما عم شوف جدا رائع، لانه عم نشوف وجوه جديده، عم نشوف ناس اللي عندها اللي موهوبه عم تطلع بالكونسيرفاتوار. يعني من اليوم وبالرايح لازم نصير نشوف في تحيات للاخوين رحباني بعد تحيه للياس الرحباني من قبل الكونسيرفاتوار. اكيد اكيد. هلا السيستم تغير، في سيستم هلا، في طريقه بتتغير، في سياسه، في سياسه بالكونسيرفاتوار او بغيره، بكل مطرح بيطلع عبالهم. هلا لا، مفتوح كل شيء، وانا بهنيهم والله يوفقهم، وان شاء الله الكونسيرفاتوار يضل يقوى يقوى يقوى، لانه هيدا النقطه اللي بتضل نظيفه وبتضل مستواها عاليه قد ما يقشط الفن برا. لازم يتدرسوا الاخوين رحباني والياس الرحباني بالمناهج الدراسيه بالكونسيرفاتوار. الدولة قررتها من زمان أنه يدرس الرحباني بكل الجامعات. هلأ ما كان بعد الكونسيرفاتوار مشي فيها، ما بعرف إذا هلأ مشي فيها. منتابع مع أخبارنا الفنية ومع رامي عياش اللي يتبرع بالدم بالمغرب من باب مساعدة المرضى وتشجيع الشباب وتعميم ثقافة التبرع بالدم. زواج الإعلامي عماد الدين أديب. إيران من جديد بعقر دار الأوسكار، إنما هالمرة بنكهة فرنسية. رويدة عطية بهجوم عنيف ضد أصالة. والمخدرات ضيعت حياة نجم هوليوود زاك أفرن. تفاصيل منتابعها بالبانوراما الفنية. يستمر رامي عياش بتكريس جزء من وقته وشهرته لخدمة الأعمال الإنسانية، وتحت شعار جدد حياتك بالتطوع ودمك بالتبرع، نظمت جمعية عياش للطفولة في الدار البيضاء في المغرب حملة ضخمة للتبرع بالدم، حيث تبرع بالدم رامي عياش إيمانا منه بهدف هذه الحملة الإنسانية التي تهدف إلى مساعدة المرضى وإلى تعميم ثقافة التبرع بشكل دوري لدى الشباب.
تأكد خبر زواج نجمة ستار أكاديمي مروة حسين من الإعلام المصري عماد الدين أديب، فقد عقدا قرانهما ومن المقرر أن يقيما حفل زفاف قريبا. ورفضت مروة التي تبلغ من العمر 25 عاما الحديث عن تفاصيل التعارف بينهما، رغم أنهما شهدا معا في مصر وبيروت في أكثر من مناسبة بحسب ما ذكرت جريدة الفجر المصرية. يذكر أن عماد الدين أديب هو الزوج السابق للإعلامية هالة سرحان. Votre décision de divorce est-elle irrévocable, madame ? Et vous, monsieur, est-ce que votre décision est également irrévocable ? Oui. اختارت إيران فيلم The Past للكاتب والمخرج الإيراني أصغر فرهادي لترشيحه لجائزة أوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي. ويروي الفيلم عودة إيراني إلى فرنسا ليطلق زوجته التي تؤدي دورها الممثلة الفرنسية الشهيرة برينيس بيجو، وعرض الفيلم في صالات السينما في إيران. وكان أصغر فرهادي قد نال جائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي عن فيلمه Separation في العام 2012. وانتقدت وكالة الأنباء الإيرانية فارس المقربة من المحافظين اختيار فيلم The Past باعتباره قد صور في فرنسا بتمويل فرنسي. أكدت رويدة عطية أن أصالة نصري تعاملها دائما بطريقة عدائية، وأن أصالة هويتها ضائعة، فهي مرة تريد أن تكون سورية ومرة فلسطينية ومرة أخرى نجدها مصرية. وأضافت رويدة عطية: لا نعرف لأصالة هوية أو انتماء، وحتى في رأيها السياسي مرة تكون مع ومرة تكون ضد. وقالت رويدة عطية: ولا أصالة لسوريا ربما عائد إلى أنها لم تعش فيها كثيرا. وطالبت رويدة أصالة بالنزول على أرض الواقع وزيارة سوريا لتقف على حقيقة ما يحدث هناك قبل أن تطالب بإسقاط النظام. كشفت الصحافة العالمية أنه تم احتجاز نجم هوليوود زاك أفرن منذ 5 أشهر في مركز للعلاج من الإدمان على المخدرات والكحول، وأن سوء حالته الصحية يعود إلى تناوله جرعة زائدة من الهيروين عدا الكحول والمخدرات بكافة أنواعها. ونقل عن شهود عيان تصريحات مفادها: إن لم يهتم الممثل الشهير بنفسه سيكون مأساة هوليوود المقبلة. وبذلك يسقط نجم جديد من نجوم هوليوود في هوة الإدمان والضياع بعد أن أفقدته الشهرة المبكرة والأضواء توازنه وسرقت منه شبابه. منعت السلطات الروسية اليوم الزيارات عن الفنانة نادية تولوكونيكوفا المغنية في فرقة بوسي رايوت التي كانت قد سجنت بأغنية معارضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ونقلت المغنية إلى المستشفى أمس بعد 7 أيام على إضرابها عن الطعام ومنعت عنها الزيارات. وكانت فرقة بوسي رايوت قد أدت أغنية تنتقد فيها الرئيس بوتين في كاتدرائية في موسكو قبل أن تتدخل قوات الأمن وتعتقل المغنيات وتوقف العرض العام الماضي. مع هذا الخبر نوصل لختام نشرتنا الفنية، نشرة فنية جديدة مساء بكرة، تصبحوا على خير. وفي ختام النشرة تذكير بأبرز العناوين: شهادات عبر الجديد من الناجين في إندونيسيا. في كثير عالم هلا ما شفناه هون الدولة بتقلنا عم يبرموا وعم يغطسوا كلهم التقوا. وأهالي المفقودين يرفعون الصوت والدولة صماء. نطلب نحن من الدولة تساعدنا لحتى نرد أولادنا. زحمة دولية على خط بيروت دمشق، مراقبو الكيميائي ذهابا والخبراء إيابا. يوميات العنف العراقي، 12 سيارة مفخخة في بغداد وأربيل. والكونسرفاتوار يكرم الرحابنة أخيرا. نشكر لكم دائما حسن المتابعة وتصبحون على ألف خير.